ايه رأي حضرتك في ايفنت النهاردة؟ لا، هو الايفنت جميل جدا، منظم جدا، لم خبرات كبيرة. عجبني فيه التنوع في فكرة نقل وشيرينج اكسبيرينس ونقل الخبرات. ده المهم جدا ان احنا نبقى عارفين الكوادر الموجودة في المجتمع دي ظهرت ازاي وطلعت ازاي. كان اهم سبيتش كانت لدكتور محمد خضير، لان الراجل ده انا اصلا يعني هي از ماي رول موديل، فانا شايفة ان هو هيز شيرينج اكسبيرينس از فيري يعني عمل ادينج فاليو للاتنديز و عمل تحفيز وادى بوزيتيف انرجي. فالمنصه من الايفنتس القويه اللي بتتعمل كل فتره ولازم يحصل لها كفرنج من ميديا. ان شاء الله اتمنى ان المره الجايه يبقى في كفرنج من ميديا من الاعلام المصري بشكل عام. كان ايه مساهمه حضرتك والموضوعات اللي اتكلمتوا فيها في ايفنت النهارده؟ النهارده انا اتكلمت عن دي اتش سكول كفكره، ان هي اونلاين بلاتفورم، ان هي بتستهدف الفئات المجتمعيه اللي هي طبقه الطلاب وطبقه الحديث التخرج اللي هم ما عندهمش اكسبيرينس خالص. ساهمت بان انا اتكلمت عن السلف ستادي او الوسائل الاستذكار الذاتي، ازاي بنذاكر السلف ستادي. اتكلمت عن الكارير باثس وعملنا ديسكشن وستاند اب توكس مع الاتنديز. ايه اللي حضرتك حابه تشوفيه في ايفنت على المنصه المره الجايه؟ هي حاجه معرفش هي مستحيله ولا لا، بس انا عايزه المره الجايه اللي يقعد على البانلز يكونوا ستودنتس وبيشيرنج ذير بروبلمز وذ ذا اكسبيرتس، ويكون يعني نعكس بقى القعده، يبقى اللي على البانلز هم الستودنتس والاتنديز هم اللو فيرمز والاكسبيرتس او اللويرز، عشان نحس بيهم قوي وان هم يعبروا عن مشاكلهم بشكل كامل ويبقى في صراحه ووضوح في تارجتنج المشاكل، وان اللو فيرمز تبقى فاهمه ايه المشاكل اللي بتواجه الستودنت او الفريش جراد ويقدروا يشتغلوا عليها. مش بس لو فيرمز، انا عايزه برضو اكاديمز تبقى موجوده، عايزه كل يعني كل الفئات المجتمعيه طبقه البيزنس تبقى موجوده في الايفنت الجاي.